ضمن الجهود الحثيثة لكافة أركان القوات المسلحة واستمرار العمل الدؤوب لجميع شعابها وإدارتها، تواصل الفرق الفنية التابعة للقوات البحرية أعمال الصيانة والتطوير للأجهزة والمعدات العسكرية البحرية لاستعمالها في حفظ المياه الإقليمية وردع أي خروقات قد تطال السيادة الليبية. فرغم الحظر المفروض على الجيش الوطني، إلا أن صواعد الفنيين لم تهنأ يوماً وعملت بكل ما تملك لاستحداث الترسانة البحرية وصيانتها. صواريخ يتم تطويرها ويتم تحديثها ويتم استعمالها، هي صواريخ سطح جو، ولكن يمكن استعمالها سطح واستعمالها في مجالات أخرى، وبها قوة تفجيرية كبيرة، وإن شاء الله نوعدكم أنها سيتم تجريبها في أقرب وقت. صد الغزاة الأتراك وحماية مقدرات الدولة هو ما أكد عليه رئيس أركان القوات البحرية خلال جولته المطولة التي اطلع خلالها على سير أعمال الصيانة والتطوير، كما أكد على ضرورة مواصلة الدوريات البحرية على طول ساحل المياه الإقليمية. ضروري تطلعوا ما في جعبتكم، أنتم عندكم الخبرة تو أكثر من 40 سنة في هذا المجال، أبوكم تبدعوا وديروا أشياء لم يتوقع هذا العديد. بارك الله فيكم، شرحوا لي ضباطكم على شنو تقدموا، وكانت مفاجأة فعلا لي، لأن نحن توجهنا إلى جزء معين ولدى الموقع الفني حقيقة يشتغل. شكرا لكم، شد على يديكم، بارك الله فيكم. وهذا هو الوطن، محتاج كل قطرة من عرقنا، وبعدين لكل قطرة من دمانا. وطن راه يضيع منا، ولذلك نحن نبتوه، نحن ابناء هذا الوطن، إيماننا بالله ثم بالوطن، وراه وطن ما نحمش، لا نستحق أن نعيش فيه. ما تسعى إليه البحرية الليبية بابتكار وتطوير مختلف أنواع الأسلحة البحرية وتسيير دوريات بحرية هو مكافحة الجريمة العابرة للحدود ومنع عمليات التهريب، كما أن حفظ أمن الوطن والمواطن وفرض هيبة الدولة هو ما تسمو إليه القوات المسلحة، ولن يوقفها عن ذلك حظر التسليح المفروض عليها، فأبناؤها يعملون ليلا نهارا لحماية الوطن.